تشجيع الأفكار ودعم المشاريع الواعدة للشباب الحاملين للمشاريع المبتكرة وتمكينهم من المساهمة في تجسيد أفكارهم قصد دفع بعجلة التنمية المحلية. راح ننتجوا مواد اوليه اخرى لصناعات متعدده تنتج هنا في الجزائر. اول حاجه باش نقصوا كلفه الاستيراد، ثاني حاجه باش يكون مبدا رابح رابح مع المؤسسات الاقتصاديه. مدام بار درون، يعني مدام طائر بدون طياره، يقوم على توزيع شبكة الانترنت على عدة مناطق الغير متوفرة فيها الانترنت. كنا قبل نجيبوا كابو ساك تركيا ولا اخر، ولينا درجاتنا الفكرة باه نصنعوها محليا، والحمد لله يا ربي جاب اقبال في السوق. تمويل أفكار الشباب المبتكر يتحقق بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الاقتصادية عن طريق إمضاء اتفاقيات تعاون بينهم. كنا مؤسسة ناشئة مصغرة، وبالفعل اليوم بفضل الله عز وجل بفضل كل الداعمين والمرافقين والشركاء اللي خلاونا نكون مؤسسة اقتصادية تدعم وترافق المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني. عندنا مجالات كثيرة داخل المؤسسة تتعلق بأنشطتنا وكذلك بالإنتاج بالمنتوجات نتاعنا، وين نقدروا نتكفلوا بالعديد من الشباب المبتكرين خاصة ما يتعلق في الجانب الصناعي والجانب الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك الأعمدة الكهربائية. اليوم سنعقد مع أصحاب المشاريع، يعقدون يعني يكون هناك عقد مع المستثمرين من أجل مواصلة الأفكار تاعهم ومواصلة المشاريع تاعهم، وكذلك حضرنا البنوك اللي يكونوا شريك في التمويل. مثل هذه المبادرات من شأنها تجسيد أفكار الشباب وتحقيق أهدافهم.